كرة ناحية الشمال ليحيى زكريا المتقدم. يحيى بيدخل للعمق. يحيى لسه الكرة مع يحيى، عدى لاعب الأمامية لسامح، ممكن هدف، ممكن إيه؟ مدي ضربة حرة ولا مدي إيه؟ في ظهر الكرة أحمد جمال، تطلع الكرة على طول تتلعب، اتلعبت حلو جدا في ظهر المدافعين ورايح كريم جمال بيبا. الأمامية طولية في اتجاه محمد حسن، محمد حسن وأحمد رأفت، تتلعب الكرة على طول أمامية في اتجاه كريم بيبا، ممكن بيبا، مش ممكن يا بيبا، مش ممكن يا بيبا. دار الثقيل، فريقين لهم ثقل واسم كبير في الدوري الممتاز، ليس دوري المحترفين وفقط. تتلعب الكرة على طول أمامية، توصل لفليكس، فليكس على طول، لكن بتصل في النهاية إلى حارس. من محافظة الفيوم، جماهير الفيوم هي جماهير مصر المقاصة. نشوف الكرة دي الأول، عرضية من شديد، والقادم من الخلف على طول رشاد المتوالي، لسه الكرة مع رشاد، تتلعب من رشاد لأبو زيادة، أبو زيادة بيلعب العرضية، ومش ممكن يا إسماعيل يا بامبا، طالع في السماء، طالع فوق الكل بالكرة، مش بالشكل الأفضل، اتلعبت العرضية النموذجية، إسماعيل على طول من أعلى نقطة، ولكن فين؟ طلع الطلوع الأفضل ولكن تتلعب لهادي رياض، هادي رياض بيلعب بالنار في الكرة اللي فاتت، تلعب مرة تانية لكريم جمال، كريم جمال هيدي الرأفت ولا ايه؟ ما اداش الرأفت، لعب ناحية الشمال لزياد أشرف، زياد أشرف ناحية اليمين، زياد أشرف عايز يعدي، ودي ايه؟ ودي ضرب الجزاء، ودي ضرب الجزاء لزياد أشرف القميص رقم 10 في دفاعات ضرب الجزاء. الضغط من حامد حمدان، نزل حامد حمدان، بصة رايح على طول يحيى على طول، ولا هدف الأول على طول، يتقدم ويتألق على طول عبد الرحمن الزين نجم فريق مصر المقصة، هدف مقابل لا شيء على طول، 1-0 لفريق مصر المقصة. واحد الخطأ وده ضرب الجزاء، وعبد الرحمن الزين يا ولد يا عبد الرحمن يا زين من مواليد 2003 حطها على شمال. تتلعب الكرة ليحيى زكريا، لسه الكرة مع يحيى عايز يعدي يحيى، تتلعب لرأفت لزيادة، ممكن لزيادة، زيادة مش ممكن يا ولد يا ابو النجا، حطها زيادة على شمال ابو رشاد، تتلعب امامية في منطقة عمليات مصر المقصة، وممكن هدف، يا سلام يا محمد يا جنش في الكرة. وفي لعيبة، نشوف دي الأول ليه؟ حامد حمدان بيلعب لرشاد، رشاد لحامد، حامد ومد ضربة حرة وتسلل، فرض نفسه وفرض قوته وشخصيته على أحداث المباراة لجديد الجديد شديد إناوي، ومش ممكن توصل لمين؟ لإسماعيل بامبا فليكس تتلعب أمامية، توصل مهرة تانية لرشاد فاروق، ولكن يا ولد حارس مرمى مميز محمد جنش مواليد 2004. اللعيبه اللي بتعمل ازعاج باستمرار بتلعب لرشاد فاروق، ولكن بيطلع حارس المرمى جنش تتلعب لمصطفى سلطان بيلعب العرضيه، وده في الشوط الاول، تتلعب ضربه ركنيه، رشاد المتولي بيلعب، يعمل الكره على طول عرضيه من اعلى نقطه، ولكن بتطلع الكره وتبقى ضربه مرمى، ومع كره شهده في دوري القسم الثاني دوري المحترفين بيلعب لهادي رياض. هادي رياض بيلعب لأحمد بحبح ناشئ نادي الزرقاء ولاعب نادي الداخلية، واللي انتقل إلى فريق بتروجيت، بتلعب على طول أمامية مخطوفة في وسط الملعب لحامد حمدان. حامد بيلعب الأمامية الطولية في اتجاه سامح إبراهيم هيلعب لحامد، ملعبش لحامد، تتلعب ليه رشاد ده فاروق لأحمد رضا، أحمد رضا رشاد بيلعب الأمامية البينية، وممكن هي والهدف الأول، الله عليك يا مصطفى سلطان. إذا مصطفى سلطان وإحنا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني يعود من جديد ببتروجيت إلى ضربة البداية والتعادل 1-1. يا سلام على الهدف الجميل، اتلعبت الكرة الأمامية، رشاد فاروق بيلعب البينية، وعلى طول تسديدة بالبندقية من القدم اليمنى لمصطفى سلطان، والقميص رقم 10 لعب الكرة على طول شديد أمامية لوينفل كوابينا، وينفل كوابينا تتلعب العرضية الأمامية، وممكن أول لمسة كانت هتبقى أول لمسة
كان احمد الصعيدي هيحرز الهدف الاول من اول لمسة، ولكن تطلع الكرة على طول وتبقى رمية تماسهم في القوابينة. لعب للصعيدي لسه بقول لحضراتكم صاعد مع زد للدور الممتاز، واشتراه بتروجيت، اتلعبت عرضية لكن ما راحتش في اتجاه المرمى وتطلع الكرة تبقى ضربهم. ولافينا 1-1، نشوف دي الاول تتلعب امامية لمين؟ للصعيدي المصطفى سلطان، والهدف التاني مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ده جنش الصغير وجنش الكبير الاتنين في المرمى، مش ممكن. حارس مميز محمد جنش، حارس مواليد انفار 4 في مصر المقصة، هو حارس مميز في الكرة اللي فاتت وفي كل الكرات تعامل معها، والهدف لا يسأل عليه. وان في القوابينة وضربة حرة من نصيب مصر المقصة. هاتلي الكرة من جديد، هاتلي الكرة الجميلة اتلعبت للقميص رقم 10 مصطفى سلطان. سلطان بيلعب لاسماعيل بامبا، ولكن بامبا مين ده؟ مين ده؟ جنش بيعمل تراي ونزل على الارض، بياخد بقى طبعا الانتفاضة اللي فيها بتروجيت. دي خبرات حارس مرمى رغم انه صغير. هدوء في منطقة وسط الملعب من لاعبي مصر المقصة، تتلعب عرضية من اعلى نقطة اسماعيل بامبا، ولكن سهلة بتصل من احمد رضا الى محمد جنش. جنش بيلعب ناحية الشمال ليحيى زكريا، يحيى زكريا بيلعب على طول الأمامية لمحمد حسن، محمد حسن لأحمد رأفت لحسن تاني، حسن هيعدي عايز يعدي معداش، ولكن بيخطف من قدامه مين؟ بيخطف من قدامه هادي رياض. بتروجيت في الدقيقة 78 تتلعب الكرة على طول عرضية من أعلى نقطة بامبا، ولكن سهلة في إيد محمد جنش حارس المرمى، سهلة في إيد محمد جنش حارس المرمى. حمادة فاروق بيلعب العرضية ليوسف عطاي، هياخد ركنية تالتة، اخد ركنية تالتة، تلات ركنيات في دقيقة واحدة. ده بيعرفك حجم الضغط في الدقيقة الماضية لفريق مصر المقصة. ضربة ركنية بيطلع قبل الكل حمادة فاروق لهادي رياض، حامد حمدان، هادي رياض عايز يعدي، تتلعب لمصطفى سلطان، لهادي رياض على طول أمامية العرضية وممكن هدف، والهدف الثاني. يا سلام، جول جميل 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 لنادي بتروجيت. جول في الوقت الصعب، جول في الوقت القاتل، اتلعبت لمسة من ناحية الشمال من مصطفى سلطان لحامد حمدان، وحامد حمدان ادى لمصطفى سلطان مرة تانية. مصطفى سلطان قال له خد يا حامد، حامد لعب العرضية اصطدمت بمين؟ بالكل. واحمد الصعيدي بخبرات الصعود مع زد يلعب كرة رأسية في مرمى وفي شباك مصر المقصة ليعلم بتروجيت. واحمد ناجي بيطلق نهاية صافرة احداث المباراة، بيفوز فريق بتروجيت بهدفي على فريق مصر المقصة ليرتفع رصيد بتروجيت الى النقطة رقم 12 في المركز الاول ولو مؤقتا، ويبقى رصيد فريق